مرحبا بكل متتبعي موقع تونيزي نوميريك. احنا توا في منزل ايمان احواس المتفوقة وطنيا في مناظرة البكالوريا شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.66. مبروك ايمان. لو نحكي ايمان، هل كنت تتوقع المعدل هذا بصراحة؟ لا بصراحة ما كنتش متوقع عليه، مش هيك حبيت نجيب موين به، خاطر كنت به معناتها في وسط العام الأولى في السيكسيون بتاعي في ليسي، ما تصورش باش نجيب المعدل. قديش المعدل نتاعك سنويا؟ 19.04 في خاطر الماستر، ما انويال 18.89. المعدل معناه نتاع التريمستر الثاني ثلاثي ثاني 19.04. كنت تتوقع انك باش تجيب معدل باهي ممتاز، لكن ماكش الاولى معناها وطنيا. اي لو نحكيو شويه، نرجع شويه لتالي ايمان ونحكيو معناها كيفاش كانت فتره المراجعه، خاصه في ظل الوضع اللي مرينا به بسبب جائحة كورونا. والله هي عاونتني، الوفات اللي قعدت نخدم نهار كامل، ارتحت بيان سور، ما قعدتش كل ديما نخدم، ما عاونتني باش نبدا مرتاح اكثر في الريفيزيون، حتى من بعد في سيمي الريفيزيون. بعدها وي والا بالعكس مرتاحة اكثر، خاطر عطنا عنا اكثر وقت، و ما كملناش البروجرام في البارتي هذه، ما انتقينا الوقت مش نرجع للعام كله نرجع بالبيت. لو نعرفوا مع بعضنا ايمان، واكيد توا فما برشا متتبعين قاعدين يشاهدوا فينا على المباشر، الاعداد نتاعك معناها كيفاش تتوزع؟ جبت 19.75 في الفيزيك في السيونس، 20 في المات، و 20 في الالمان لانفو بوان زيد، وجبت 19.83 و 17.75 17.75 في العربيه و 14 في الفرنسي. لو نحكيو على طفولتك ايمان، معناها الفتره الدراسيه نتاعك من الابتدائي حتى كي معناها كنت حارصة علينا من احنا صغار مش نجيو كل ديما البالة، خلينا كل ديما نقراو ديجا، معنتها اني واختي كل ديما البالة في كلاساتنا، انت هي خدمة عام كاملة من الاولى ابتدائي مش عام كبر. اليوم لو كان تهدي النجاح هذايا معناها لشكون تهديها ايمي؟ نهدي لعيلتي، ماما واختي وبابا، نهدي لبروفيتي عيلتي الكل، خالتي خالي، و سورتو الأساتذة اللي وقفوا معايا في وسط العام وشجعوني. شنية معناها الخطوة الجاية إيمان؟ تبارك الله 19.66، معناها شنية ناوية تتوجه باش تقعد في تونس؟ خاطر نشوفوا برشا معناها لي لوغيا الكل لا بليباغ نتاعهم خلينا نقولوا معناها يحبوا الخارج. إيمان اليوم وين باش نلقاوها؟ إن شاء الله في سوسة؟ في كلية الطب بسوسة معناها بحذا شقيقتك، معناها ماكش ناوية؟ ما نحبش نقرب. معنا والدة إيمان، ألف مبروك مدام. لو نحكيو شوية معناها اليوم يظهر لي فرحة كبيرة هوني. هاي فرحانة برشا، عايشك مدام. وإيمان ما كانش معناها مستبعد أنها ديما تجيب معادلات باهية، يعني فرحانة برشا اليوم بها، إن شاء الله ديما من أحسن لأحسن. إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله فيما أهم. إن شاء الله عايشك مدام.